صنعاء المدينة التي تحولت إلى سوق سوداء كبيرة. كل شيء معدوم في معارض المدينة منذ أشهر، غير أن كل شيء يجد طريقه إلى السوق السوداء التي تديرها سلطة الحوثيين وحلفهم الرئيس المخلوع. قرابة 700 نقطة بيع يشكل مجموعها سوقا سوداء لبيع المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء وحدها. وبحسب تقرير حديث، فإن النمو المتسارع لهذه السوق تسبب في تعطيل نحو 150 محطة لتعبئة المشتقات النفطية في أمانة العاصمة، خصوصاً محطات شركة النفط الحكومية، وهو ما تسبب في انضمام الكثير من المحطات الخاصة لقائمة السوق السوداء. التقرير الصادر عن المركز الإعلامي للثورة اليمنية أشار إلى أن ميليشيا الحوثي تجني أرباحاً طائلة من تجارة مادة الديزل في السوق السوداء تبلغ 1.5 مليون دولار يومياً، وأكثر من 40 مليون دولار شهرياً، وهو المبلغ الذي يمثل فارق السعر الرسمي الذي تم تحديده لهذه المادة. نشأت السوق السوداء تحت عناية ورعاية الميليشيا، وعن طريقها يتم تمويل حروبها وإيجاد طبقة من المنتفعين والأثرياء الجدد الملتفين حول سلطة الميليشيا القائمة، بالإضافة إلى خلق مؤسسات موازية للدولة استطاعت الميليشيا من خلالها تحويل إيرادات تكفي لتمويل حروبها ورعاية شبكة شركائها المحليين، بعد أن استنفدت الميليشيا نهب مخزون النقد من المؤسسات الحكومية تحت بند دعم المجهود الحربي. تزداد معاناة المواطنين كل يوم تحت سلطة الميليشيا، بينما تواصل هذه السلطة متاجرتها بكل ما يتصل بحياة اليمنيين وتحويله إلى مادة تدر عليها وعلى شبكتها أموالا تسمح بإطالة حربها وجعل حياة اليمنيين كل يوم أسوأ من ذي قبله.